طبعا كل من سام النهارده ويعني فكر في الوقفه النهارده. احنا كرياضيين بنأثر في قطاع كبير على الشعب, لان احنا اعتقد ان الشباب بياخدنا قدوه, فلما تبقى قدوه حسنه, قدوه تبقى موجوده لدعم بلدها ودعم جيشها, اعتقد ان تبقى قدوه ضد جيشها وضد شعبها. فبالتالي اتمنى ان الوقفه دي توصل للناس بشكل ايجابي وليس سلبي. ف بشكر كل القائمين وكل اللي حضروا النهارده, والكابتن شوبير طبعا من اوائل الناس, وهو العميد ثروت سويلة من اتحاد الكوره الاستاذ اهلان. فبالتالي اتمنى لهم ان شاء الله جيشنا, طبعا لازم نعزي طبعا كل المصريين في الشهداء والشهداء اللي قبل كده, الشهداء اللي هيسقطوا, لان احنا فعلا في حرب. يا رب ان شاء الله, يا رب ان شاء الله مصر تبقى سالمه ان شاء الله, موحده شعبها قوي.